بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، وبقى خلاص قربنا نوصل أهو لآخر المصحف، وصلنا للجزء 23، ويعني نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون المعاني واضحة. ويعني صحيح احنا ماشيين بسرعة شوية علشان في الوقت القليل بتاع البرنامج نقدر نلم كل مرة الصورة بتاعتها، لكن احنا بنبقى حريصين أن احنا كل شوية نؤكد على معنى الصورة، واحنا عايزين يعني نطمن السادة المشاهدين ان شاء الله البرنامج ده من بعد رمضان هينزل كتاب وهينزل شرايط كاسيت، وان شاء الله قناه اقرا هتعيده يعني اكثر من مره باذن الله، علشان يعني تتم الفائده وتتم المراجعه، لان هذا البرنامج انا بعتبره يعني صلب واساس. يعني الواحد سعيد ان هو يخدم القران بهذا البرنامج، ويا رب نكون ساعدنا الناس على طريقة تفكير ونظرة جديدة للقرآن. الحقيقة احنا عندنا النهاردة صورتين، صورة الزمر وصورة غافر. سورة الزمر يعني من أجمل صور القرآن اللي تقرأها ويخشع قلبك، وناس كتير بتحب تحفظها، وللأسف هي مش مشهور حفظها بين العامة، مع أنها من الصور الجميلة الرقيقة اللي تؤثر في قلبك جدا. ليه؟ أصل هي الصورة كلها محورها إيه؟ هدفها إيه؟ الصورة كلها بتتكلم على الإخلاص لله. خليك لربنا، اخلص لربنا كل حياتك، خليك مخلص لله تبارك وتعالى، وأنت تضمن زمرة المؤمنين في الجنة. يعني من هنا كلمة زمر يعني إيه؟ يعني مجموعة. فخلي بالك، تخلص لله تبارك وتعالى، تخلص لله كل حياتك، تخلي نيتك في عبادتك الله. سيبك من الرياء بقى، سيبك من ان فلان يشوفني او فلان يراني، وانت بتعبد ربنا بالليل وانت في صلاة التراويح اخلص لله تبارك وتعالى، وانت في بيتك اخلصي نيتك ان انا نيتي يعني في ارضاء زوجي ان انا ارضي الله تبارك وتعالى، وانت بتربي ولادك نيتي في تربيه ولادي اخلاصا ان الولاد دول يطلعوا عباد لله عز وجل. خلي نيتك في عبادتك، في سكناتك، في حركاتك، في تصرفاتك الاخلاص الاخلاص الاخلاص. سوره الاخلاص، سوره الزمر، سوره الاخلاص، تخلص تضمن زمره المؤمنين في الجنه ورفقه المؤمنين في الجنه. فالصورة ده محورها، ومن أول آية في الصورة، الصورة واضحة قوي، هي الصورة كلها الآيات ورا بعضها كلمة الإخلاص الإخلاص الإخلاص. شوف من أول الآية 2، اسمع أول آية: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. يعني شوفوا البداية واضحة جدا، الدين ده لربنا لوحده، ألا لله الدين الخالص. انت عارفين موضوع الإخلاص ده عامل زي ايه؟ عارفين الآية في القرآن كنا قريناها في سورة النحل، يخرج يعني الأنعام وكيف يخرج اللبن لبنا خالصا، بيطلع اللبن ده منين؟ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لبنا ايه؟ خالصا. يعني ايه خالصا؟ خالص من الدم ومن الشوائب، لبن نقي نقي نقي، تعرف تخلص عبادتك. شوفوا هناك استخدم ايه؟ خالصا، لبنا خالصا. يعني ايه خالصا؟ نقي من الشوائب تماما، تعرف عبادتك كلها وصلتك بالله كده تبقى كلها خالصة لله عز وجل، مفيش لحد معاك يا رب شريك، ليك انت لوحدك كل سكنة كل همسة. وانا بقدم البرنامج ده المفروض تكون النية عشانك انت لوحدك، لا يرى مقام ولا يرى ولا الناس تفرح بفلان، علشان ارضيك، علشان احبب الناس فيك. الاخلاص الاخلاص الاخلاص. وانت بتسمع هذا البرنامج او انت بتكلم الناس في الدين او 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 وانت بتتعبد وانت قدام الناس بتصلي، الاخلاص الاخلاص. طب تعالوا نشوف موجة تانية من الايات، ما الايات كلها ماشية موجات عن الاخلاص. يعني الآية 2 و 3 كانوا إخلاص، طب تعالوا نسمع من أول الآية 12 والآية 11: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. واخدين بالكم الإخلاص جه كم مرة؟ كأن هي الصورة، هي صورة الإخلاص. وتمشي الآيات بعد شوية وتكلمك يعني طب حتى بالعقل أيهما أولى؟ تبقى أنت بتقدم عملك لناس مختلفة ولا تبقى خالص لواحد بس الله سبحانه وتعالى؟ يعني الناس اللي عايز يرضي فلان وعايز يرضي فلان وعايز يرضي فلان وبيعمل عبادته، لكن وهو بيعبد ربنا عمال يفكر وحساباته مع فلان وحساباته مع فلان، أنه أحسن كده ولا
ولا انك تبقى خالص لواحد لوحده. فتاجي يجي المثل الجميل، اسمع الايات بتقول معنا ايه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما خالص لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، الحمد لله ان هو اله واحد، الحمد لله ان ليك واحد بس اللي انت رايح له، الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. وتبدا الايات تكمل وتدخل على اخلاص العباده. ها نيتك وانت بتتعبد ايه؟ وانت في صلاه التراويح والناس شايفاك، وانت الناس بتشاور عليك وبيقولوا ما شاء الله ده حافظ قران، اوعى تكون فرحان برؤيه الناس، صعبه بس عايزه مجاهده. ولذلك تيجي الايه امن هو قانت، شوفوا الايه، امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر أولو الألباب. نوع تاني من الإخلاص، الإخلاص العبادة، خلي كل عبادتك لله وحده، لغاية ما توصل لآية جميلة كلنا بنحبها بتتكلم على الإخلاص، حتى وانت بتعود إلى الله وانت بتدمع عينيك قدام الناس وبيقولوا تائب، وانت راجع إلى الله تبارك وتعالى ارجع بإخلاص شديد، راجع لك يا رب، خلوا نيتك وانتوا بتتوبوا كمان الإخلاص. فتيجي الآية لو أخلصت اسمع يحصل إيه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. شوفوا أنيبوا دي سرعة العودة، العودة بكل قلبك، العودة بإخلاص، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يعني وتمشي الآيات لغاية ما نقرب من آخر الصورة، سورة الزمر كلها كده. يعني عايز تحس بالإخلاص، عايز تراجع بند الإخلاص في حياتك، اقرأ سورة الزمر. عايز تذكر نفسك بقضية أنا مرائي ولا لأ، ولا بعمل لله وحده، اقرأ سورة الزمر لغاية ما توصل الآيات لقرب نهايتها وتبدأ تقول إياك والإشراك بالله، خليك خالص لله تبارك وتعالى. فاسمع الآيات معانا في نهاية الصورة، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني الآيات كلها بتتكلم نفس المعنى. شوفوا أول مرة نلاقي الصورة كلها سهلة معنا كده وإيه، وهم الكلمتين صراع، وتوصل في الآخر كيف لا تخلص لله وله ما في السماوات والأرض، وإن الذي لا يخلص لله لم يعرف قدر الله. صحيح. فتيجي الآية وما قدر الله حق قدره، اللي أشركوا بالله دول اللي رأوا الناس مع الله، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة كيف تشرك كيف لا تخلص والسماوات مطويات بيمينه. في الآخر يقول لك إيه، صحيح، سبحانه وتعالى عما يشركون، كيف تشرك بالله. شفتوا صورة الإخلاص إزاي، شوفوا معاني الإخلاص متجسدة إزاي. تتختم الصورة بإيه؟ المخلصين بقى، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الصورة بتتكلم على نوعين بيساقوا، ناس بتروح للجنة وناس بتروح للنار. فبتقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وبعديها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فالاثنين الاثنين ده يساق لدي وده يساق لديا. لكن ليه زمرا؟ ليه؟ في معنى جميل قوي، يأبى الله أن يدخل الناس الجنة فرادا. يا مخلص أنت محتاج للصحبة المؤمنة، يعينك على الإخلاص الصحبة المؤمنة. وتسمت سورة الزمر عشان فيها المعنيين، أن جزاء الإخلاص زمرة صحبة المؤمنين، وأن يعينك على الإخلاص الزمر صحبة المؤمنين. مش هينفع تيجي الجنة أنا داخل لوحدي كده، فين صحبتك؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يقول لك العلماء كل ناس تحابوا في الدنيا، كل زمرة، كل مجموعة، كل أصحاب تحابوا في الدنيا يدخلون الجنة سويا. يأبى الله أن يدخل الناس الجنة فرادا. يا فين صحبتك؟ فربطت الإخلاص بالصحبة، وأن المعين على استمرار الإخلاص الصحبة الصالحة، وأن الإخلاص يجعلك تدخل الجنة والجيزة صحبة صالحة. شوفوا قضية الصحبة خطيرة قد إيه،
زمرة وتسمت الصورة بالموضوع ده عشان دايما تبقى فاكر قضية الصحبة وأثرها على إخلاصك وأثر الإخلاص على الصحبة الصالحة في الآخرة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. ملحوظة عجيبة قوي، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ده عند الكفار ما فيش واو، وعند المؤمنين في نفس الآيات وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. يعني الآية 71 بتتكلم على الكفار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وعند المؤمنين حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. إيه الفرق؟ أصل الكفار ماشيين كده مش عارفين هم رايحين فين، وفجأة تفتح أبواب، فتحت أبوابها من غير واو، فجأة تفتح الأبواب فيجدوا العذاب قدامهم، فيا لوقع المفاجأة وخوف المفاجأة. أما المؤمنين فجايين من بعيد، حلاوة المفاجأة أن الأبواب اتفتحت وفتحت أبوابها قبل ما يوصلوا، فقلبهم طاير، الجنة هناك هي وعايزين يوصلوا وعمالين يتفرجوا عليها ولسه ما وصلوهاش لغاية ما يوصلوا، فهناك حرمهم من الواو لهول المفاجأة، وهنا حط الواو لحلاوة رؤية الأبواب وهي بتتفتح وانت جاي من بعيد لغاية ما توصل لها. سبحان الله، حتى الواو في القرآن لها هدف، مفيش حرف في القرآن بدون هدف. اعلم كده وتيقن من كده، دي سورة الزمر، سورة جميلة قوي قوي، واختمها جميل قوي قوي. آخر آية في سورة الزمر بعد بقى وفتحت أبوابها وقالوا الحمد لله، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. توحيد وإخلاص حتى في يوم اللقاء. تعالوا ننقل على السورة الثانية. السورة الثانية هي سورة غافر، والحقيقة سورة غافر بتتكلم على نماذج ناس دعوا إلى الله. واخدين بالكم يا جماعة القرآن وكم سورة جه عنوانها أهمية الدعوة إلى الله، وجوب الدعوة إلى الله، الإصرار على الدعوة إلى الله، محور أساسي في القرآن. أنت فين منه؟ أنت بتدعو إلى الله؟ الموضوع مش محتاج، مش متوقف على العلم، صحيح لازم تتعلم، لكن افرض ست ما عندهاش علم بتسمعنا الآن، شاب ما عندوش علم كتير، الدعوة إلى الله مش متوقفة على العلم يا جماعة، الدعوة إلى الله مشاعر. سيدنا أبو بكر الصديق من أول يوم في إسلامه دعا 7 من 10 المبشرين بالجنة. يا ترى معلوماتك يا سيدنا أبو بكر يوم ما دعيت 7 دول وأسلموا كانت أكتر ولا معلوماتنا وإحنا قاعدين بنشوف بعض دلوقتي؟ معلوماتنا أكتر، لكن هو كان عنده إيه؟ كان لسه ما عندوش من القرآن الكثير، ده أول يوم إسلامه، أول أسبوع إسلامه، كان عنده إخلاص سورة الزمر، وكان عنده إيه؟ حب للإسلام، وكان عنده إيه؟ غير على الإسلام. ودي كلها مشاعر قلبية لو تواجدت في قلب حضرتك وحضرتك هتقوم باللي عمله سيدنا أبو بكر الصديق. الدعوة إلى الله ما لا يقل، يعني هي هو نص القرآن عملية الدعوة، ده احنا من أول سورة البقرة وآل عمران بلغوا هذا المنهج للأرض، بلغوا هذا المنهج للناس، قضية الدعوة. بلغ، مش تعرف إن في صلاة؟ قول للناس صلوا، مش محتاج الأمر يعني خبرة كثيرة. مش تعرف إن حياة الناس ستكون أسعد بالإسلام؟ مش تعلمت صورة من القرآن؟ اللي تعلمت قوله. يقول النبي بلغوا عني ولو آية. سورة غافر بتتكلم على أهمية الدعوة وتفويض الأمر لله. ليه تفويض الأمر لله؟ لأنك لو دعيت قد تتعرض لمشاكل، وإنك لو دعيت قد يأذيك الناس، وإنك دعيت لو دعيت فلان هيتريق عليك، وفلان هيستهزئ بيك، وفي ناس هتزعل منك، وفي ناس هتغضب منك، فقضية الدعوة محتاجة لتفويض. فالسورة كلها بتكلم ادعو إلى الله، استمر على الدعوة، وفوض أمرك بعد كده لله تبارك وتعالى، والله لن يضيعك. ولذلك الصورة يا جماعة جابت نموذجين لتفويض الأمر لله، تفويض سيدنا موسى الأمر لله، وبعد كده تفويض رجل من آل فرعون الأمر لله. فشوفوا سيدنا موسى وهو بيفوض الأمر لله، لما فرعون قال إيه؟ وقال فرعون ضروني أقتل موسى وليدعو ربه. وصل الأمر بقى المرحلة خطيرة، موسى سيقتل عليه السلام، وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. تخيل فرعون بيقول على سيدنا موسى هيظهر في الأرض الفساد، وبص سيدنا موسى والتفويض. وقال موسى إني عذت بربي وربكم، يا رب ما عادش عندي غيرك، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. تفويض سيدنا موسى الأمر لله. لكن لما وصل الأمر أن موسى سيقتل وسيدنا موسى ما عادش عنده أمر يفعله غير تفويض الأمر لله، ما عادش عنده وسائل مادية يبذلها غير تفويض الأمر لله، ففجأة يظهر واحد تاني هيفوض أمره لله برضه في نهاية الصورة. هي الصورة كلها ماشية كده، ادعو وفوض الأمر لله. مين الشخص دون؟ الشخص دون مؤمن من آل فرعون، كان بيكتم إيمانه،
يا ترى كان بيكتم إيمانه وهو متفق مع سيدنا موسى عشان يكتم إيمانه، ولا بيكتم إيمانه بنفسه؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ معقولة تقتلوا واحد عشان بيقول ربي الله؟ يعني كيف تفعلون ذلك؟ هو الراجل لقى أن سيدنا موسى سيقتل فكان كاتم إيمانه فتحرك. يا ترى كان باتفاق مع سيدنا موسى ولا بدون اتفاق؟ ما نعرفش، بس كلاهما جميل. فلو باتفاق مع سيدنا موسى فيعلمك أهمية أن سيدنا موسى ما كانش الأمر كده يعني إيه يلا احنا مؤمنين وخلاص، لا ده سيدنا موسى يعني يرتب الأمور وهناك تخطيط و و و و وإن كان الرجل يكتم إيمانه سيدنا موسى ما يعرفش فأيضا الأمر جميل، لأن معناها إيه؟ أن سيدنا موسى مرة قال كلمتين وهو يظن أن الكلمتين دول ما وصلوش لأي قلب وأن النتيجة صفر، لكن الله تبارك وتعالى لما تفوض له الأمر يهدي من يشاء، فهدي الرجل دون وجه في اليوم اللي كل الناس تخلت عن سيدنا موسى وقف هذا الرجل وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وكانت المفاجأة مفاجأة الفرعون إن واحد من العيلة طلع بيقول هذا الكلام، يعني ما كان يتخيل أبدا إن واحد من يقال ابن عمه أو قريب شديد القرب ليه ومن القصر يطلع ويقول الكلمتين دول وبالقوة دي، وتبدأ الآيات تبدأ تحكي لنا مواقف هذا الرجل والكلام الجميل اللي قاله. يعني الحقيقة الآيات بتتكلم على فنون الدعوة، إزاي تتعلم فن الدعوة إلى الله وإزاي تفوض الأمر لله في النهاية. فاسمعوا كلام الرجل، يعني الأول كلمهم بالعقل منطق وأسلوب من أساليب الدعوة، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه، لو كذب هو الخسران، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. طب افرضوا طلع صادق وطلع أن فعلا ربنا حينزل العذاب، طب هيبقى وضعكم إيه؟ دخل معهم بطريقة منطقية وبعد كده دخل معهم بطريقة تانية، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. لما جه يتكلم عن الملك قال لهم لكم الملك أنتوا الملوك، ولما جه يتكلم على نزول عذاب الله قال فمن ينصرنا وحط نفسه معاهم. شوفوا الأدب وشوفوا حنكة الدعوة، ما تمنظرش عليهم ولا قال لهم أنتوا ضايعين وداخلين النار وأنا اللي ناجي، ده لما جه يتكلم على الدنيا قال لهم الدنيا بتاعتكم، ولما جه يتكلم على نزول العذاب قال لهم أنا خايف ينزل علينا العذاب. شوفوا المعنى. ومش كده وبس، وبعد كده أندخل معاهم بمنتهى الحب، ويا قوم إني، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم، شوف الحب، ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. أري تاريخ، وبيكلمهم بالتاريخ، شوية يكلمهم بالعقل وشوية يكلمهم بالعاطفة وشوية يكلمهم بالتاريخ، أنا خايف عليكم أن يحصل لكم، وحييجي بعد كده يقول لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. بيكلمهم بإيه؟ بيكلمهم مرة بالعقل ومرة بالعاطفة ومرة بالحب إني أخاف عليكم، ومرة يكلمهم بالتاريخ. طب ما نبصوا للتاريخ من قبلينا، إيه ده؟ شايف الدعوة إلى الله إيه؟ الدعوة إلى الله كل الحاجات دي، والداعية إلى الله مرة بيدعو الناس بالحكمة ومرة بيدعو الناس بالعاطفة، ومرة بيدعو الناس أنا خايف عليكم، ومرة بيدعو الناس بقراءة التاريخ، ومطلوب منك أنك تقعد تتعلم الحاجات دي، والحاجات دي مش صعبة. وسورة غافر بتعلمك فنون الدعوة، إزاي هذا الرجل يعني، وبعد كده بدأ يركز على يوم القيامة، لأن من أهم الوسائل اللي ترقق القلوب وترجع الناس لربنا يوم القيامة. ويوم تولون مدبرين ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ليه سمى التناد؟ كله بينادي على بعضه، أصحاب النار بينادوا على أصحاب الجنة، ودول بينادوا على دول، ودول بينادوا على دول، يوم التناد وكل واحد خايف، ونادى مناد، الأمر صعب يوم القيامة. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يبقى بتعلمك الصورة من وسيلة أساسية من وسائل الدعوة التذكرة بيوم القيامة والتذكرة بلقاء الله تبارك وتعالى، وفضل يعني يذكر فيهم وسائل كتير من وسائل الدعوة موجودة في الصورة دي، لغاية ما يقول لهم يعني وبالعقل كده في الآخر رجع للعقل تاني، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. وبعدين أم خاتم، بصوا اللقطة دي، رجع للتفويض تاني بعد ما قال كل دون، أم قال لهم إيه؟ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فلما فوض الأمر
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. شوفوا، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سيدنا موسى قال إني عذت بربي وربكم، وهو قال وأفوض أمري إلى الله. الصورة جمعت بين معنيين، وجوب الدعوة وتفويض الأمر لله تبارك وتعالى. ولذا يا جماعة صورة غافر من أكثر الصور اللي فيها دعاء، دعاء كتير قوي، لأن إيه الدعاء تفويض. ده حتى الصورة ابتدت بأن الملائكة بتدعو للمؤمنين، يعني أول الصورة خالص، أول بداية الصورة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، الآية 7، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن. ده الملائكة اللي بتدعي، اللي حملت العرش بيدعو، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. ونفس الصورة فيها الآية الشهيرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الصورة الحقيقة فيها تركيز شديد، ادعو، فوض الأمر لله يعينك على ذلك الدعاء. وانت بتفوض الأمر لله اعلم أن الله غافر الذنب، مش هيضيعك. فسميت غافر عشان تطمئن أن الله رحيم بك وأنت تدعو، غافر الذنب وقابل التوب. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أنه هو يكون فدنا بالحلقة دي، سورة الزمر الإخلاص وسورة غافر. لازم تدعو إلى الله وفوض الأمر بعد كده لله. نسأل الله أنه هو ينفعنا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.